الخير بكل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا بكم في حلقه جديده وهذا الحصاد الجديد. مشاهدينا الكرام، النهارده عندنا موضوعين مهمين هنتكلم فيهم. عندنا مبادره بتربط مصر والسودان، شعبين هم اساسا يعني مترابطين منذ بدء الخليقه، منذ ان تكونت هذه الخريطه للكون. الشعبين دول متلاحمين ومترابطين، رباط جغرافي، رباط وجداني، رباط يعني لا ينحل ولا ينفك ابدا. هذه المبادره ده هيكون ان شاء الله موضوعنا الاول في حلقتنا النهارده مع ضيفتنا الكريمه الكاتبه الصحفيه شاديه الحصري، رئيس مبادره مصر والسودان ايد واحده. ده موضوعنا الاول. موضوعنا الثاني طبعا عن هذا الاحتفال الكبير، احتفال مصر، ومش مصر بس اللي بتحتفل على فكره، ده العالم العربي كله كمان بيحتفل مع مصر بذكرى استرجاع واسترداد سيناء 37. وطبعا ده هيكون في كلام كتير كتير جدا، ودايما لما بنيجي نفتكر او يعني نتذكر الانتصارات ونشوف ما استرجعناه واسترددناه، نلاقي ان هناك حديث لم تبث، وكلام ما تقلش، واخبار كتيره جدا بتطلع. ليه؟ لان هو بيبقى يوم واحد والانتصار بيبقى كبير جدا، وبيبقى في طيات الحياه اللي كانت موجوده وقتها والحروب وايضا كمان المفاوضات والحاجات بتبقى مليانه، وهو بيبقى يوم واحد اللي احنا بنحتفل بيه، فبالتالي كل سنه في الاحتفال بيبقى فيه جديد. ضيفنا الكريم هيكون هو استاذ جمال حمدان، الباحث القانوني والدستوري وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريعي ايضا كمان. دكتور جمال حمدان هيكون معانا ان شاء الله في جزئنا الثاني من حلقتنا النهارده. طب نبدا بقى الجزء الاول بتاعنا وهو المتعلق بالاخبار. عندنا العنوان الرئيسي: الرئيس الصيني يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعه الشعب الكبرى في بكين لعقد مباحثات ثنائيه. استقبل الرئيس الصيني شي جينج بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعقد مباحثات ثنائية بين الرئيسين، مباحثات أيضا موسعة بحضور وفدي البلدين. وتأتي زيارة الرئيس السيسي للصين بحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتعد مصر أحد أهم الشركاء المحوريين للصين في قمة منتدى الحزام والطريق، وتهدف هذه القمة لتعزيز التكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والارتقاء بالبنية التحتية في دول المنتدى لتعزيز الربط فيما بينهم. طبعا التقى الرئيس السيسي على هامش زيارته للصين الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الصينية بكين، وتناول لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تناول أوجه التعاون بين الدولتين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. النهارده كان في خطاب لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، العنوان بتاع الخبر بتاعنا بيقول ان بطولات استعاده سيناء مصدر فخر للامه المصريه، ده طبعا حسب ما قال سياده الرئيس. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تحرير سيناء ذكرى مجيده نستعيد بها احداثنا المصيريه في تاريخنا المعاصر، وملحمه تعكس قيمة غالية في وعي الأمة وضميرها، مؤكدا أن بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض جسدت ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية. وأضاف سيادة الرئيس في كلمته للأمة بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء أن استعادة سيناء تمثل علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم ومنبعا لا ينضب، وهذا المنبع تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والولاء، مشددا على أن استعادة سيناء يمثل منارة يحتذى بها في الإصرار على صون الكرامة الوطنية بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات. طيب مشاهدي الكرام، تعالوا كده نسمع مع بعض ونشاهد هذه الكلمة التي ألقاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة الصبح، تقريبا كانت الساعة 10 صباحا، نشوفها ونعود إلى حضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم،
أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز ومعبر الأنبياء وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة ذات المكانة المتميزة في قلوب جميع المصريين، مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور لتصبح همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الإفريقية والوطن العربي. إن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر سيظل خالدا في وجدان المصريين وصفحة مضيئة في مسيرة الوطن، يوما فاصلا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر، ذكرى مجيدة نستعيد معها أحداثا مصيرية في تاريخنا المعاصر وملحمة تعكس قيمة غالية في وعي الأمة وضميرها ووجدانها، تلك القيمة التي تزداد وتتوهج بتواصلها وتفاعلها مع حاضر الأمة ورؤى مستقبلها. ولقد جسدت بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم ومنبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة، معاني العزة والولاء والانتماء ومثالا يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات الرنانة. الأخوة والأخوات، إن احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عاليا في سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم. وها نحن اليوم نمضي ببأس لا يحيد على خطى تغيير الواقع المصري إلى حال أفضل، مستلهمين في ذلك روح النصر الخالد ومستعينين بفضل الله وعقول وسواعد أبناء الوطن المخلصين. نحاصر خطر الإرهاب الأسود ونرسي أساساً متيناً للتنمية الاقتصادية من خلال الجهد الدؤوب والصبر والمثابرة والتضحية، ويحق لنا الشعور بالفخر بما حققناه مع استمرار تطلعنا إلى تحقيق المزيد. شعب مصر الكريم، تحية واجبة لكل من شارك في صناعة هذا اليوم المجيد، تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم، وسيظل هذا اليوم عيداً لكل المصريين وتخليداً لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهاناً على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين. كل عام وشعب مصر العظيم
بخير وقوة وعزة وتقدم، وعاشت مصرنا العزيزة وطنا كريما نعيش فيه ويجري في عروقنا ونبذل من أجله كل غال ونفيس. وأخيرا ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا مشاهدينا الكرام هذه الكلمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الغالية، استرداد واستعادة سيناء الذكرى 37. نستكمل معكم مجموعة أخبارنا مشاهدينا الكرام. عندنا في عنوان بيقول مدبولي: الإصلاح الإداري وتطوير الموارد البشرية ركن أساسي لإنجاح التنمية. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزير الخدمة المدنية السعودي والوفد المرافق له مع من وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العرب. حضر اللقاء الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهندسة، وأيضا غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري. صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء يأتي في إطار اهتمام رئيس الوزراء باستقبال وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية العرب الذين يزورون القاهرة حاليا لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ارتفاع صادرات مصر من البطاطس ل 440 ألف طن، ده العنوان الرئيسي بتاعنا. الخبر تفصيلاته بتقول أن كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ارتفاع صادرات مصر من البطاطس إلى ما يقرب من 440 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وجاري الشحن والتصدير. قال دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي صادرات البطاطس وصلت إلى 440 ألف طن منذ بدء التصدير وحتى الأحد الماضي، ويجرى حاليا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من البطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للمعايير الدولية لجودة الصادرات. وأوضح العطار أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير. أيضا حملات مكثفة مشاهدي الكرام بأسواق الأسماك الطازجة والمملحة استعدادا لشم النسيم. وصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حالة الطوارئ بجميع المحافظات بتكثيف حملاتها التفتيشية للأسواق الخاصة بالأسماك الطازجة المجمدة المملحة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات استعدادا لاحتفالات شم النسيم وزيادة كمية المعروض في الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة في تلك الفترة. يأتي ذلك مع أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمة البيطرية في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات أو مسببات مرضية. وطبعا كشف تقرير الخدمة البيطرية أن من بين الإجراءات إرسال خطاب دوري لمديريات الطب البيطري بالمحافظات لتكثيف الحملات عن أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات الخاصة بها. في عندنا عنوان بيقول مد ساعات تشغيل خطوط المترو الثلاثة في رمضان للثانية صباحا. التفاصيل بتقول أن قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان الكريم لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالي بدلا من الواحدة صباحا، بحيث تصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة. وانتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان بالتعديلات الجديدة، وانتهت استعداداتها للشهر الكريم بحيث يتم العمل بالجداول الجديدة مع أول يوم في شهر رمضان حتى آخر يوم في إجازة عيد الفطر المبارك. قالت مصادر إن رحلة آخر قطار بالخط الأول هتقوم من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان الساعة 12:40 دقيقة متجهة إلى المرج، بحيث تنتهي آخر رحلة في الاتجاهين بمحطة النهاية الساعة 2 بعد انتصاف ليل القاهرة. كل سنة وانتم طيبين كل مشاهدينا الكرام، ان شاء الله يا رب يكون رمضان سعيد علينا كلنا.
في معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بيستقبل المواطنين وافتتاح 3 أفرع بالجيزة، ده العنوان. التفاصيل بتقول أن يستقبل معرض سوبر ماركت أهلا رمضان المواطنين اليوم الثاني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة. يستقبل المعرض الجمهور على مدى 11 ساعة يوميا من 10 صباحا حتى 9 مساء، حيث تشارك في المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردي السلع والموارد الغذائية. كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين، كما افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 3 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بنطاق أحياء الهرم والعجوزة وجنوب الجيزة. الأعلى للإعلام يطالب صناع دراما بالالتزام بمعايير المجلس في شهر رمضان الكريم، ده مطلب مهم جدا، يعني كلنا بنلتف حول هذه المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان الكريم، واللي هي الحقيقة عددها زايد عن الحاجة، يعني تقريبا لكل مواطن مسلسل خاص به، ولكن في دور لازم او في توصيه لازم تطلقها او يطلقها المجلس الاعلى للاعلام. عندنا العنوان بيقول زي ما قلنا كده. طيب التفاصيل بتقول ان طلبت لجنه الدراما بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، طلبت صناع الدراما بالالتزام بالمعايير المقترحه من قبل اللجنه للاعمال الدراميه، والتي تشدد على عدم اللجوء الى الالفاظ والحوارات المتدنيه والسوقيه التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي. وأكدت لجنة الدراما أنه سيتم إرسال المعايير المقترحة لكل وسائل الإعلام، لافتة إلى أنها ستعقد اجتماعها القادم في يوم 5 من شهر مايو. وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهت من استعداداتها لمتابعة الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، حيث وضعت اللجنة عددا من المعايير تطالب صناع الدراما بضرورة الالتزام بها. هنشوف طبعا، كلنا هنتابع المسلسلات وهنشوف، مهم قوي الالتزام بهذه المعايير. وزيرة الاستثمار بتعلن نتفاوض مع الصندوق العربي لدعم 17 مشروع ب 2.3 مليار دولار. شاركت الدكتورة ساحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي النهاردة في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة في الكويت، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظي 20 دولة عربية. وعقب ذلك ترأست الوزيرة وفد مصر في الاجتماع السنوي 48 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها طبعا الجزء المهم من مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق. وضم الوفد المصري كل من الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة، وخالد عياد معاون الوزيرة أيضا. آخر خبر عندنا هو دائما بيبقى خبر عن أحوال الطقس. طقس الغد إن شاء الله هيكون شديد الحرارة جنوبا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. مشاهدينا الكرام، خلصنا مجموعة الأخبار اللي احنا طبعا جهزناها لحضراتكم النهاردة. بعد الفاصل زي ما قلنا لكم، أول لقاء عندنا هيكون عن مبادرة مصر والسودان إيد واحدة. ضيفتنا الكريمة هي الكاتبة الصحفية شادية الحصري رئيسة هذه المبادرة. دقائق ورجعنا حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، إن شاء الله مش هنطول. زي ما قلنا لحضراتكم، هذه المبادرة مهمة إن احنا نتكلم فيها، هنروح وهنرجع لحضراتكم.